أصبح طوال حياته. أدى افتقاره إلى فن التواصل وأسلوبه القاسي إلى وجود عدد قليل من الأصدقاء المقربين في حياته. السبب الحقيقي وراء حبس نفسه في عالمه الفريد هو أنه لا يمكنه تحمل التفاعل مع معظم الأشخاص. لقب أول طفلين له بدوت وداش تكريماً لأيامه المبكرة في التليغراف. علم زوجته التشفير واقترح الزواج عليها عن طريق التشفير على راحة يدها، وهي أجابت بالنقر بأنها موافقة. قدم أكثر من 1000 براءة اختراع في مجالات شتى. هو المبتكر توماس إديسون. ولد إديسون عام 1847 في ولاية أوهايو. كان الأصغر بين 7 أبناء لنانسي وسامويل إديسون. كان والده ناشطاً سياسياً منفياً من كندا، بينما كانت والدته معلمة بارعة ولها تأثير كبير في حياة إديسون المبكرة. تركت نوبة مبكرة من الحمى القرمزية والتهابات الأذن إديسون يعاني من صعوبات في السمع عندما كان طفلاً وصماً تقريباً عندما أصبح بالغاً. روى إديسون لاحقاً مع اختلافات في القصة أنه فقد سمعه بسبب حادث قطار أصيبت فيه أذناه، لكن آخرين يستبعدون هذا السبب لفقدان السمع. في عام 1854 انتقلت عائلة إديسون إلى ولاية ميشيغان والتحق بالمدرسة العامة لمدة 12 أسبوعاً. وقد كان إديسون طفلاً نشيطاً واعتبره المعلمون تلميذاً صعباً. أخرجته والدته من المدرسة وعلمته في المنزل. في سن 11 أظهر ولعاً شديداً للمعرفة، حيث قرأ كتباً حول مجموعة واسعة من المواضيع، وبهذه الطريقة تعلم إديسون بشكل مستقل. في سن 12 أقنع إديسون والديه بالسماح له ببيع الصحف للركاب على طول خط سكة حديد جراند ترانك، وانتهز بذلك فرصة وصوله إلى نشرات الأخبار التي كان يتم بثها عبر التلفاز إلى مكتب المحطة كل يوم. بدأ إديسون في نشر جريدته الصغيرة الخاصة به والتي تسمى جراند ترانك هيرالد. لاقت مقالات إديسون نجاحاً كبيراً مع الركاب، وكان هذا النجاح أول مشاريعه الريادية. استخدم إديسون أيضاً وصوله إلى السكك الحديدية لإجراء تجارب كيميائية في مختبر صغير أقامه في عربة أمتعة القطار. وخلال إحدى تجاربه اندلع حريق كيميائي واشتعلت النيران في العربة. غضب المدير وضرب إديسون على جانب رأسه، مما أدى على الأرجح إلى زيادة فقدان سمعه. تم طرده من القطار وأجبر على بيع جرائده في محطات مختلفة على طول الطريق. بينما كان إديسون يعمل في سكة حديد، تحول حدث شبه مأساوي إلى ضربة حظ لصالح إديسون، وذلك بعد أن أنقذ طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات من دهس القطار. كافأه والد الطفل من خلال تعليمه تشغيل التليغراف. في سن 15 تعلم ما يكفي ليتم توظيفه كمشغل تليغراف. عام
على مدى السنوات الخمس التالية. سافر إديسون في جميع أنحاء الغرب الأوسط كعامل تلغراف متجول ليحل محل أولئك الذين ذهبوا إلى الحرب الأهلية. في أوقات فراغه كان يقرأ على نطاق واسع، ودرس وجرب تكنولوجيا التلغراف، وأصبح على دراية بعلوم الكهرباء. في عام 1866 في سن 19 انتقل إديسون إلى كنتاكي للعمل في وكالة أسوشيتد بريس. سمحت له الوردية الليلية بقضاء معظم وقته في القراءة والتجريب، وكان قد طور أسلوباً منفرداً به غير مقيد في التفكير والاستقصاء، وأثبت الأشياء لنفسه من خلال الفحص الموضوعي والتجريب. في البداية برع إديسون في وظيفته في التلغراف لأن شفرة مورس المبكرة كانت منقوشة على قطعة من الورق، لذلك لم يكن الصمم الجزئي لإديسون عائقاً. ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا تم تجهيز أجهزة الاستقبال بمفتاح صوتي، مما يمكن التلغراف من قراءة الرسالة بصوت النقرات. ترك هذا إديسون محروماً من فرص التوظيف. في عام 1868 عاد إديسون إلى المنزل ليجد والدته تعاني من مرض عقلي ووالده عاطلاً عن العمل. كانت الأسرة معدومة تقريباً. أدرك إديسون أنه بحاجة لتقرير مستقبله، وبناءً على اقتراح من صديق غامر بالذهاب إلى بوسطن وحصل على وظيفة في شركة ويسترن يونيون. في ذلك الوقت كانت بوسطن مركز أمريكا للعلم والثقافة، وكان إديسون يستمتع فيها. وفي أوقات فراغه قام بتصميم مسجل تصويت إلكتروني، وحصل على براءة اختراعه لفرز الأصوات بسرعة في الهيئة التشريعية. ومع ذلك لم يكن نواب ماساتشوستس مهتمين، وأوضحوا بأنه لم يرغب معظم المشرعين في فرز الأصوات بسرعة، لربما لأنهم احتاجوا إلى الوقت لتغيير آراء زملائهم المشرعين. في عام 1871 تزوج إديسون من ماري ستيلويل التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، والتي كانت موظفة في إحدى شركاته. خلال زواجهما الذي دام 13 عاماً رزقا بثلاثة أطفال: ويليام، ماريان، توماس. في عام 1884 توفيت ماري عن عمر يناهز 29 عاماً بسبب ورم في الدماغ. بعد ذلك بعامين تزوج إديسون من مينا ميلر التي كانت تصغره بتسعة عشر عاماً. في عام 1869 عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً انتقل إديسون إلى مدينة نيويورك وطور اختراعه الأول، وهو شريط أسهم محسن يسمى Universal Stock Printer، والذي جاء بمزامنة العديد من معاملات الأسهم. أحبت شركة جولد أند ستوك تيليغراف الاختراع، ودفعوا له 40,000 دولار مقابل الحقوق. بهذا النجاح استقال إديسون من عمله كعامل تيليغراف ليكرس نفسه بدوام كامل للاختراع. بحلول أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر اكتسب إديسون سمعة كمخترع من الدرجة الأولى،
وأنشأ أول مختبر صغير ومنشأة تصنيع في نيوجيرسي عام 1870، ووظف العديد من الميكانيكيين. شكل إديسون العديد من الشراكات وطور المنتجات لمن يدفع أعلى سعر. غالباً ما كانت شركة وسترن يونيون تيليغراف الشركة الرائدة في الصناعة، ولكن في كثير من الأحيان كانت واحدة من منافسي وسترن يونيون. ابتكر إديسون لوسترن يونيون التلغراف الرباعي القادر على إرسال إشارتين في اتجاهين مختلفين على نفس السلك، لكن مليونير السكك الحديدية جاي جولد تبنى الاختراع من وسترن يونيون ودفع لإديسون أكثر من 200,000 دولار. في عام 1876 نقل إديسون عملياته وبحوثه إلى نيوجيرسي، وقام ببناء منشأة أبحاث صناعية مستقلة تضم متاجر الآلات والمختبرات. في ديسمبر 1877 طور إديسون طريقة لتسجيل الصوت الفونوغراف، واعتمد ابتكاره على اسطوانات مطلية بالقصدير بأبرتين، واحدة لتسجيل الصوت والأخرى للتشغيل. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. على الرغم من أن الفونوغراف لم يكن قابلاً للتطبيق تجارياً لعقد آخر، إلا أنه جلب له شهرة عالمية، خاصة عندما استخدم الجيش الأمريكي الجهاز لإرسال الموسيقى إلى القوات في الخارج خلال الحرب العالمية الأولى. لم يكن إديسون مخترع المصباح الكهربائي الأول، إلا أنه ابتكر التكنولوجيا التي ساعدت في إيصاله إلى الناس. كان إديسون مهتماً لإتقان المصباح المتوهج العملي والفعال تجارياً بعد اختراع المخترع الإنجليزي هامفري ديفي لأول مصباح قوس كهربائي في أوائل القرن 19. على مدى العقود التي عقبت اختراع ديفي، عمل علماء مثل وارن دولارو وجوزيف ويلسون سوان وهنري وودوورد وماثيو إيفانز على إتقان المصابيح الكهربائية، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. بعد شراء براءة اختراع وودوورد وإيفانز وإجراء تحسينات على التصميم، حصل إديسون على براءة اختراع لمصباحه الكهربائي المحسن عام 1879، وبدأ في تصنيع المصابيح وتسويقها للاستخدام على نطاق واسع. في عام 1880 شرع إديسون في تطوير شركة توفر الكهرباء للطاقة وإنارة مدن العالم. في نفس العام أسس إديسون شركة إديسون إلومينيتينج، أول مرفق كهربائي مملوك للمستثمر، والذي أصبح فيما بعد شركة جنرال إلكتريك. في عام 1887 بنى إديسون مختبراً للبحوث الصناعية في نيوجيرسي، والذي كان بمثابة مختبر أبحاث أساسي لشركات إديسون للإضاءة. أمضى معظم وقته هناك، حيث أشرف على تطوير تكنولوجيا الإضاءة وأنظمة الطاقة، كما أتقن الفونوغراف
وطور كاميرا الصور المتحركة وبطارية التخزين القلوية. على مدى العقود القليلة التالية، وجد إديسون دوره كمخترع يتحول إلى رجل صناعي ومدير أعمال. كان المختبر في نيوجيرسي كبيراً جداً ومعقداً، بحيث يتعذر على أي شخص إدارته. ووجد إديسون أنه لم يكن ناجحاً في دوره الجديد كما كان في دوره السابق. وجد إديسون أيضاً أن الكثير من التطوير المستقبلي والكمال لاختراعاته تم إجراؤه من قبل علماء الرياضيات في الجامعة. أما هو كان يفضل العمل في البيئات غير المنظمة مع عدد من المساعدين، وكان صريحاً بشأن ازدرائه للعمليات الأكاديمية والشركات. خلال تسعينيات القرن التاسع عشر بنى إديسون مصنعاً لمعالجة خام الحديد المغناطيسي في شمال نيوجيرسي، إلا أنه فشل تجارياً، وفي وقت لاحق تمكن من إنقاذ العملية إلى طريقة أفضل لإنتاج الإسمنت. أما في 23 من أبريل عام 1896 أصبح إديسون أول شخص يعرض صوراً متحركة. أقام إديسون أول عرض للصور المتحركة في العالم في كوستر أند بايلز ميوزيك هول في نيويورك، وكان قد بدأ اهتمامه بالصور المتحركة قبل سنوات عندما طور هو وشريكه ديكسون جهاز العرض كينيتوسكوب. سرعان ما كان مختبر إديسون سويست أورنج يصنع أفلام إديسون، وأولها The Great Train Robbery الذي صدر عام 1903. عندما بدأت صناعة السيارات في النمو، عمل إديسون على تطوير بطارية تخزين يمكنها تشغيل سيارة كهربائية، سعياً منه لجعل أسعار السيارات مناسبة للجميع. على الرغم من أن المحرك الذي يعمل بالبنزين ساد في النهاية، إلا أن إديسون صمم بطارية على طراز تي لصديقه هنري فورد صاحب شركة فورد للسيارات عام 1912، والذي تم استخدامه على نطاق واسع في صناعة السيارات لعقود، وبهذا تمكن غالبية الأمريكيين امتلاك سيارة. خلال الحرب العالمية الأولى طلبت الحكومة الأمريكية من إديسون رئاسة مجلس الاستشارات البحرية الذي فحص الاختراعات المقدمة للاستخدام العسكري. عمل إديسون في العديد من المشاريع بما في ذلك أجهزة الكشف عن الغواصات وتقنيات تحديد موقع المدافع، ومع ذلك أوضح إديسون أنه سيعمل فقط على الأسلحة الدفاعية لأنه كان يكره العنف، حيث ذكر قائلاً: أنا فخور بحقيقة أنني لم أخترع أسلحة للقتل أبداً. بحلول نهاية العشرينيات من القرن الماضي كان إديسون في الثمانينيات من عمره، لكنه استمر في العمل في العديد من المشاريع بدءاً من القطارات الكهربائية إلى إيجاد مصدر محلي للمطاط الطبيعي. ليس هذا فحسب، وإنما دخل في منافسة قوية مع نيكولا تسلا. انخرط إديسون في منافسة طويلة الأمد مع نيكولا تسلا، وهو صاحب رؤية هندسية مع تدريب أكاديمي.
عمل مع شركة إديسون لبعض الوقت. في عام 1885 اصطدم الطرفان علنا في حرب التيارات حول استخدام التيار الكهربائي المباشر الذي فضله إديسون مقابل التيارات البديلة والتي دفع عنها تسلا. دخلت تسلا بعد ذلك في شراكة مع جورج ويستينغ هاوس أحد منافسي شركة إديسون، مما أدى إلى نزاع تجاري كبير حول الطاقة الكهربائية. إحدى الطرق غير العادية والقاسية التي استخدمها إديسون لإقناع الناس بمخاطر التيار المتردد كانت عندما قام بصعق فيلي سيرك في نيويورك بالكهرباء عام 1903، الحدث الذي تم نشره على نطاق واسع لإظهار مخاطر التيار المتناوب. توفي إديسون في 18 من شهر أكتوبر عام 1931 من مضاعفات مرض السكري في منزله في نيوجيرسي عن عمر يناهز 84 عاماً، لكن أنفاسه الأخيرة ما زالت موجودة في متحف هنري فورد. يضم متحف هنري فورد في ولاية ميشيغان أنبوب اختبار يشاع أنه يحتوي على أنفاس توماس إديسون الأخيرة. كان إديسون صديقاً قديماً لهنري فورد، ووفقاً للأسطورة عندما توفي إديسون قام أحد أبنائه بحبس النفس النهائي للمخترع في أنبوب اختبار، وقام أيضاً بختمه وإرساله تذكاراً إلى فورد لإحياء ذكرى صداقتهما. عند وفاة إديسون قامت العديد من المجتمعات والشركات في جميع أنحاء العالم بتعتيم الأضواء لفترة وجيزة لإحياء ذكرى وفاته. كانت شخصية إديسون صارمة نوعاً ما، فهو لم يكن راضياً عن بعض خريجي الجامعات الذين وظفهم على مر السنين، لذا أنشأ اختباراً صارماً لمقابلات العمل في عشرينيات القرن الماضي، وكان على المتقدمين الإجابة على عشرات الأسئلة المتعلقة بالموسيقى والفلك والسياسة، لدرجة قال أحد المرشحين للوظيفة في وقت ما لصحيفة نيويورك تايمز: إن موسوعة متنقلة فقط يمكنها تمرير المقابلة. أحد أشهر أقواله تقول: ضعفنا الأكبر يكمن في التخلي، وأكثر الطرق ضماناً للنجاح هي المحاولة مرة أخرى. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.